بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع عنها، والتوبة الأولى هي أهون توبة على المذنب، كأن الحجاب الذي كان بينه وبين الله يهتك في ثانية، وكأن الله عز وجل يلقي في روعه أنه غفر له وأنه قبله، وكأن أحمالا كالجبال أزيحت عن كاهله. ذلك أن الإنسان حينما يسأل الله قبول التوبة يجيبه الله عز وجل بقبولها، يقول: يا رب لقد تبت إليك، يقول عبدي وأنا قد قبلت. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يخاطب بعض أنبيائه يقول: يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ سبحان الله، وهو الغني عن عباده. حينما ناجى أحد العارفين ربه قال: يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فرعون، ألم يقل الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحد العارفين يقول: يا ربي إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ التوبة النصوح من ثمارها اليانعة أن الله ينسي بقاع الأرض والملائكة جميعا كلهم خطايا المذنب وذنوبه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئ فلانا فقد اصطلح مع الله. والله أخ زياد، أنا أشعر أن التوبة النصوح هي عرس المؤمن، يوم الفرحة الكبرى أنه فتح مع الله صفحة جديدة، أن هذا الماضي كله أصبح في طي النسيان. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما يكن ذنبك كبيرا رحمة الله أوسع من ذنبك. ألم يقل الله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء؟ فالتوبة النصوح هي التوبة التي تعقد من قبل عبد تألم أشد الألم من ذنبه، ثم عقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ما دام حيا. هذه التوبة النصوح تشعر التائب أن جبالا كانت جاثمة على صدره أزيحت عنه. ولا أدل على ذلك من تصوير النبي، وكان عليه الصلاة والسلام سيد البيان. تعلمنا في الجامعة أن أعلى نص في اللغة العربية القرآن الكريم، ويليه الحديث الشريف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا أسلوب رائع في البلاغة، تأكيد المديح بما يشبه الذم. النبي عليه الصلاة والسلام صور أعرابيا يركب ناقة عليها طعامه وشرابه، فلما أدركه التعب جلس ليستريح، فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك، فصار يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. فالتوبة النصوح توبة في الأعماق، التوبة النصوح يسبقها ندم شديد وتتبعها سعادة لا توصف.
ومن ألطف ما قاله العلماء في التوبة النصوح ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفاجئك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. هذا كلام طيب حول ما ينبغي أن نعلمه عن ذات الله عز وجل حينما يتوب عبده المؤمن إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وينبغي أن أضيف إلى هذا الموضوع حكاية حكاها أحد العلماء. قال: رأى في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. وأين تقع رحمة الأم؟ من رحمة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، ولله المثل الأعلى. شيء متعلق بهذا الموضوع هو أن الذي يرضي الله عز وجل أن نبادر سريعا إلى التوبة النصوح. ولعلي أذكر الإخوة المستمعين بأن خصائص التوبة العلم والحال والعمل، فكلما كان العلم أعمق وأمتن وأقوى كان الندم أشد، وكلما كان الندم أشد كانت التوبة أكثر متانة وأطول أمدا. فالتوبة النصوح سهلة جدا، ولكن العبرة أن يثبت الإنسان عليها، وسهل جدا في كل مجالات الحياة أن تصل إلى شيء، ولكن البطولة أن تبقى فيه. سهل أن تصل إلى القمة، ولكن البطولة أن تبقى في القمة. سهل أن تنجح، ولكن البطولة أن تبقى ناجحا. وأعيد وأكرر أن أهون توبة يتوبها الإنسان هي أول توبة. يعني هل هناك توبة ثانية؟ هل ستستمر هذه التوبة الأولى؟ حينما يقع في الذنب نفسه كأنه نقض التوبة. نعم. عندئذ يجد صعوبات في أن يتوب ثانية. أنا أنصح الإخوة الكرام من يتابعنا في هذا البرنامج أنه إذا عقد العزم على التوبة النصوح، بطولته لا في عقد العزم عليها، بطولته في متابعتها وفي الاستمرار عليها. كم من حاج يذهب إلى بيت الله الحرام وحينما يقترب من الحجر الأسود يقول: عهدا لك يا ربي على طاعتك،
فإذا عاد من الديار المقدسة وعاد إلى ما كان عليه فكأنه نقض هذا العهد، وكأن الله عز وجل يعتب على عباده المؤمنين حينما يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالتوبة النصوح أساسها المتابعة، أساسها الثبات، وما دام الإنسان مع الله يشعر بقوة من الله تمده. ألم يقل الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معنى ذلك أن المؤمن إذا آمن الإيمان الصحيح وتاب إلى الله التوبة النصوح ينبغي أن يبقى مفتقرا إلى الله بأن يمده بقوة يثبت بها على هذه التوبة، لأن مؤمنين لا يعدون ولا يحصون تابوا ونقضوا التوبة، فما كان لهم عند الله من عهد. سؤالي هنا فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي: هل يتوب المرء من ذنب بعينه أم أنه يتوب عن معصية الله سبحانه وتعالى؟ هو إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يتوب من هذا الذنب بالذات، أما إذا كان شاردا عن الله في الأصل فهذا الإنسان يحتاج إلى توبة عامة عن كل ما نهى الله عنه. هناك من يشرد عن الله شرودا كثيرا، فإذا أراد أن يتوب ينبغي أن يتوب عن كل معصية من دون تحديد، أن يلتزم أمر الله وأن يلتزم بابه. أما إذا كان سالكا طريق الإيمان وزلت قدمه في موضوع محدد يمكن أن يتوب من هذا الذنب بالذات. نذكر أن أيضا من أركان التوبة ما كان بين المرء وأخيه الإنسان، نعم، من حقوق يجب أن يؤديها له أو أن يتسامح معه هذا، نعم، الإنسان. حينما تحدثنا في حلقة سابقة، نعم، عن أن من أركان التوبة العلم والحال والعمل، العمل وزعناه إلى ثلاثة أبواب: عقد العزم على ألا يفعل هذا الذنب في المستقبل، والإقلاع عنه في الحاضر، وإصلاح ما مضى. إصلاح ما مضى يعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، ذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.